السلام عليكم. خلونا نعمل طبق بيت كده على موقع كانو كود. ده البرمجة بدون كود سهلة جدا الأطفال تتعلم. طيب لو أنا عايز أعمل أول حاجة أحطها الباك جراوند اهيت، وعشان تتعمل مظبوط يبقى الخلفية بتاعتها مثلا زرقاء مثلا اهيت. طيب عايز أبدأ أدي لون معين للون مثلا الأبيض، فأقول له الفيلم وأقول له خلي ده اللون بتاعه أبيض، وهقول له إن ده هتبقى الأبعاد بتاعته مثلا 250، وهنا هيبقى 200 بالشكل دوت. طيب عايز أبدأ بقى أرسم الدورية اللي جوه، بس قبل ما أرسمها هديها لون أصفر مختلف شوية. قول دي مثلا الدورية دي هتبقى 100. فعملنا طبق البيت بالشكل دوت. تمام، ده اتعمل اهوت. لكن لو انت عايز تمشي على الخطوات اللي هو هيقول لك عليها، هي نفس الخطوات اللي انا عملتها اهوت. بيقول لك خلي لون ازرق، وبعد كده نيكست، بيقول لك حط الفيل كولر هنخلي لونه ابيض، وبعد كده بيقول لك ارسم الاليبس 250، وهنا 200. طيب بعد كده نحط لون اصفر، وبعد كده هنحطها بمقدار 100. خلاص كده احنا رسمنا طبق البيض اهوت.